نرجع لموضوعنا، كنا وين وصلنا يا ابو شيخ المجيد؟ الموضوع اللي اسسنا الحمد لله رب العالمين الان، وش المفهوم الصحيح لحفظ النعمه؟ يعني نتمنى صراحه نوصل عند الجميع انه هو الاصل في حفظ النعمه ان لا يكون هناك فائض، لا تحطون في بالكم وين نودي الفائض، هذا من الاسراف يعني. اي نعم، لان احيانا كثير يناقشون بعض الاخوان، طيب والزايد وش نسوي فيه؟ هل نحطها على الطيور؟ هل نوديها للمساكين؟ عندكم مثلا قاعدة بيانات للفقراء نوصل لهم؟ يا اخوان ليس هذا الهدف. الان لو احنا خذيناها شلون، واحد يقول لي طبعا يا اخي ممكن انت تبالغ شوي، لكن احنا ناخذها من اكثر من جهه. الجهه الاولى الان ما كثرت شو اسمه عمليات التكميم المائده، مو هذا من كثره الاكل الا والله، إلا واحد اسباب ان يحطون اكل واجد ويحاول يخلصها. ثاني شيء الان اسعار المواد الغذائيه ما ارتفعت بسبب الطلب صار كثير عليه. اضرب لكم مثال بسيط. كمل ولا صوت؟ لا كمل خلاص ادنى. يعني المثال يعني وغريب شوي صراحه. الان الرز اللي يستخدم في دول الخليج والسعوديه خاصه هو نوعيه المزه. كنت جالس مع احد التجار قال لي تصدق هذا يزرع على مستوى العالم 10% من اجمالي انواع الرز اللي انتاج الرز، انتاج الرز على مستوى العالم. يعني قليل 10% يعتبر قليل. ودائما اذا العرض قل والطلب زاد وش يصير؟ السعر يرتفع. يرتفع السعر. احنا الان على ان قله شو اسمه المزروع قليل، اكثر نسبه شراء طبعا في دول الخليج والسعوديه خاصه. نسبه اللي يهدر عندنا، يهدر اقصد اذا قلت لكم معنى يهدر اللي بمعنى الله يعزكم يرمى في الزباله، ما استفاد منه بالمره، اكثر من مليار ونص. الله الله، حدود المليار و600 مليون هذا اللي سنويا عندنا يرمى. احصائيات رسميه يا اخوان، ترى اتكلم عن سايت رسمية صدرت من جهات رسمية. كان في كتيب معك فيها ارقام كذا موجودة ولاني حافظها ما جبت، لكن اجيبها اجل كويس حافظ احسن انك تقرا من كتاب افضل لي هذه. فتخيلوا هذا الامر، تخيلوا انا اقولها نقطتين يا اخوان. اول شيء هل 40 مليار احنا لو 1% بس، لو الان هالجلسة اثرت في المجتمع 1%، اي والله وش بنوفر من 40 مليار؟ 400 مليون. اي نعم صحيح. صح لا لا، 400 مليون لو 10% 4 مليار. الله اكبر يا اخي، مو احنا حق فيها الا والله. بلى الان مو هذا المواد الغذائيه قامت تيجي وقاعد نرميها، ممكن لها استيراد، الغالب طبعا استيراد، الغالب استيراد، يعني اللي برا بيستفيدون ليش ما احنا نستفيد منها؟ صحيح. والنقطه طبعا مره كنت في نقاش في احد المحاضرات في احد المدارس، والله قام لي واحد قال استاذ يعني ما ناكل. سبحان ما حد قال لك لا تاكل، احنا نقول الاشكاليه الفايض، بس الفايض وش معناه؟ كل بحد الان يوم نقول الهدر يعني بعد ما ناكل ونضيف ونقلط ونكرم وكل شيء، هذا اللي الزايد. ثاني شيء اللي اقصده الان اذا احنا لو قل الطلب شوي على الرز، مثال لو نضرب مثال فرز، لو قل الطلب شوي وش بيصير؟ السعر بينزل. صحيح. احنا بنساعد الفقراء، لذلك انا اقول بعض الاخوه يوم اناقشهم اقول احسن الفقراء منكم تساهمون في تخفيض الاسعار، لا تطلبون، لا تشترون. يعني مثال اخر، الان الدوله جزاها الله خير، الله يكتب لها الدنيا واخره ويعينهم. الدولة تدعم الخبز بكم؟ سعر الخبز ب 2 مليار سنويا. والله. عشان الخبز لا يرتفع سعره، عشان يجينا المفروض 4 بريال والصاموري 8 بريال. نعم. الهدر عندنا 913 مليون، يعني مليار نص اللي الدولة تدعمه قاعد احنا نرميه. والله كلام خطير. والله كلام صحيات قوية دي. والله صحيح وصحيح وش اسمه رسمية، والله رسمية يا اخوان. هذا بغيت ارسل لكم الكتاب ان شاء الله الكترونية. يعني اذا وش معنى قاعد نهدر؟ يعني الخبز اللي قاعد ترميه الان هو اللي الدوله قاعد تدعمه، بينما الخبز في افريقيا يتقاتلوا عليها الناس. يمكن شافوا بعض الناس يمكن ان وجد في بعض. نعم رحت يا ابو راشد، لدرجه وصلنا الان صاروا يعني نخليها لمؤاخذه طعام للبهائم الله يعزكم. صحيح. ليش يا اخي؟ طيب عندنا نخفض شوي الاستهلاك عندنا، ليش تشتري في اليوم 5 و6 و7 ريال الخبز؟ يعني لانه رخيص. والله اني ما اخذ بريال خبز مره زاد عند الوالده وقالت لي خذه اعطيه العمال جديد بريال خبز، اني الف على العامل اعطيه اياه يقول لي ما يبغى. لا ما يبغى، هو جت على ريال، جت على اكل هذا أكل يعني وعلي. هذا اكبر اقل مثال ان الواحد يشوف ان الخبز هذا ما حد. لذلك الله يبارك فيكم ارجع لنفس النقطه اقول لكم، احنا خلونا نسعى لتاسيس هذا المفهوم على اساس عندنا 40 مليار، دائما نحط فوق راسنا كذا 40 مليار اللي يجب ان تنزل. انزلت 1% 5% مشكله، لكن يجب ان تنزل. اذا احنا استمرينا على الوضع هذا ان لا والله
الفائض بعطيها للمساكين والفقراء الأربعين تقعد مكانها ما راح تتغير إذا كانت ثقافة نعم ما تغير وضحت الفكرة صحيح هذه النقطة اللي ودنا نوصل للجمعيات يا أخو عفوا للمجتمع ترى الجمعيات ليست أنا دائما أقول والله إذا اجتمعنا حتى مدراء الجمعيات أقول يا أخوان لا نسير جمعيات توزيع النعم إحنا خلونا الجمعيات حفظ النعم نعم توزيع غير وحتى لو مؤاخذة أحيانا والله ليش إذا قلت لكم أنا شوية شفت الكلام أقول لا تخلونا مثل البلدية يا أخوان نجي ننظف الصحون ونمشي لا تخلوا هذه وظيفتنا خلي نوصل لمرحلة إن إذا صاحب الولية ما يشوف سياراتنا يستحي يا الله والله بتفشل الحين والله واجد صدق أحيانا يدقون علينا البعض يقول يا أخي إذا صارت جلسات أو يدقون علي يقول يا أخي أقول طب يا أخي ليه ما بلغونا أحيانا يدقون مثلا قبلها بوقت يعني بلغونكم أحيانا يدق عليك الساعة 10:30 يقول والله قاموا والمعازيم طيب يا أخي ليه ما تدق بدري يقول والله أخاف أنكم تجون ولا يبقى شيء ما يبقى شيء هذا اللي نبغانا يا سلام نجي نحب راسي كمان إن جزاك الله خير إنه ما زاد شيء هذا اللي نبغاه لكن هم يعكسون يعني لا تجون يعني لازم خلي لكم شوي عشان تشيلون نفس المفهوم للأسف لأن يعني هو في مفهوم أنكم تفرحون إذا لقيت شيء باقي أنتم تفرحون هذا شغل ما بقى شيء أذكر سلمان بسألك فيها أبو راشد رفعت بسألك سؤال شرعي يعني سأل نقاش بينه وبين واحد في مسألة قال والله أنا صراحة أنا حطه وعلى أساس أتصدق حتى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسر لي مداخلة في أحد التلفزيونات اللقاءات التلفزيونية فالمذيع قال لي طب الآن يا أستاذ عبد المجيد لو أبغى تصدق أنا وشلون أتواصل معكم قلت عفوا يا شيخ تصدق بإيش قال بالأكل اللي عندي قلت الأكل ولا باقي الأكل قال باقي الأكل قلت يا أخي إذا تصدق تصدق بالطيب والله انحرج يا سلام قال لا أنا أقصد شلون أوصل لكم بس قلت لا أنا ودي أسس مفهوم لا تسمونها صدقة ترى أنت تتخلص منها لذلك أقول سار النقاش وبسألك فيها شيخنا مثل إذا انسرق منها واحد شيء قال صديقه يا سلام عليك وهذا هذا السؤال بسألك سار لي نقاش بين واحد وقال حنا يا أخي زايد نتصدق قلت ما عليه يا شيخ لا تقول صدقة قال لا يا أخي لا مثل يقول تحجر واسع لا تضيق يعني لا تضيق واسع قلت يا ابن الحلال بسألك سؤال إذا أنت فعلا ناوي تتصدق فيها قلت طب ليش ما قبل ما يتقلطون الناس تشيل الصدقة نعم سكت فهذا السؤال يا شيخ هل الان ذولي يعني انسان مقدم برنامج الحين صرت انت مقدم برنامج تورطني انا ما اجي هنا هو المفهوم مش هو احنا انا بس ودي اوضح للمشاهدين ان هدفنا يا الربع اننا ما يكون في البيت